المغرب في نفس الوقت فاجأه حدثان غير متوقعان. الأول هو سنة جفاف، بالتالي فهذا أثر على قطاع الفلاحة وأيضا على دخل عدد كبير من المواطنين الذين يشتغلون سواء في هذا القطاع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ثم أيضا أضيفت إلى ذلك الأزمة الحالية التي تضرب القارة الأوروبية والتي تعتبر يعني عمق الاقتصاد العالمي، بالتالي فهذا أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المغربي. بالتالي فهذا التعافي بعد كورونا عرقله لحد الآن هذان العاملان. هناك ارتفاع لأسعار الفوسفات والأسمدة في السوق الدولية، هذا سيفيد المغرب، ولكن في نفس الوقت هناك ارتفاع كبير جدا وبنسب أعلى في سوق الطاقة العالمي، وذلك سيشكل عبء على ميزانية الدولة وأيضا على يعني المقاولات وعلى المستهلكين. طبعا هذه لا يمكن لها أن تسد يعني ما سيتم جنيه كمكاسب من ارتفاع أسعار الأسمدة والفوسفات على السوق الدولية. خلال 20 سنة الأخيرة في المغرب معدلات التضخم لا تتجاوز 2% بالمعدل، هناك بعض السنوات تقفز ما فوق 2%، ولكن هذا الاستثناء. الآن يلاحظ بأنه لأول مرة سيتم تسجيل معدل تضخم مرتفع جدا حسب البنك المركزي وتصريحه الأخير. ثم أيضا هناك ارتفاع لمعدلات التضخم في الأسواق الدول الصناعية الكبرى، وهذا لا يمكن للمغرب الاقتصاد المغربي أن يتجنبه، لأنه يأتي في إطار ما يسمى بالتضخم المستورد، وبالتالي فستكون هناك عدد كبير من المواد المصنعة من السلع سيكون اقتناؤها بثمن مرتفع. رمضان تيكثر تيغلى الحاجات كاع المهمه تتغلى، كلشي تيغلى، الزيت تيغلى، السكر تيغلى، كاع المواد داكشي الانسان اللي تيطلبها في رمضان بحال هادشي ديال التمر، هادشي ديال الشباكيه، كلشي تيزيد تيغلى، الطحين تيغلى، كلشي تيغلى. وزعما نطلبوا على الله بعسى يخفوا علينا شويه من هادشي، راه الانسان مسكين يلاه هكا وهكا باش يلاه تيتعاون مع وليداتو. غلاء ديال الاسعار جا السبب ديالو هو غلاء ديال المحروقات، لانه سبب المحروقات ولا ب 10 دراهم ليسونس مازوت، هو بسببه ارتفعت المواد الاساسيه مثلا المطيشات الزيت وصلت 100 درهم. وهنا مع اقتراب رمضان حاول ما امكن يقلص من الاثمنه ديال المواد الاساسيه وحتى من المحروقات. راه ديجا البارح والبارح كانت واصله 13 درهم فاصله شي حاجه المازوت، دابا ولات 12 درهم فاصله 98.